دونك المشكل نتاع المامبغ الاولى، انا مرا معرسه وراجلي عنده مده ماهوش لاباس، لين البارح صارحني قال لي راهو اللي هو خاني مع طفله صبيه، وطفلة هذيك كذب عليها قالها اللي هو عازب، لين تاورت علاقتهم وصار بيناتهم اللي صار، الطفله هذيك ما عادش صبيه، قال لي اللي هو غر بها واللي هي بنت ناس وتبعت قلبها معاه، قال زيدا اللي هو ما بين نارين، تبعوني البنات بربي بالله باش نجموا تنصحوني وتفهموني. راجلي عطاني ثلاثة خيارات والقرار قراري، قال لي الخيار الأول اللي هو باش يصلح غلطه وخايف من ربي، اسكو يخليني على ذمته وياخذها بصديق جزائري، معناها يهبطها عليها ذرة يمشي للجزائر يعرس بها باسكو الجزائر لابوليغامي مازالت موجودة، وإلا قالها كانت حاب تمشي تشكي بيا ودخلني للحبس، اما راني بعد ما نخرج بالحبس باش نعرس بها كمان قدام ربي خاطر هو خايف من ربي، ولا القرار الثالث اللي هي تنجم تاخذه اللي هو يطلقوا بالتراضي وحقوقها الكل تخلط لها وبالوافي. المراه موجوعه برشا ومش عارفه شنو تعمل، اسكو تمشي معاه في اللي هو يصلح غلطه وتخليه يجيبها ذره، والا تعفس على قلبها وتعطيهولها تعطيها راجلها تتهنى هي بيه وتقعد هي موجوعة. حتى بتصديك سيرين ما عادش نعاودوها هذه يجيبها ذرة مش نرجعوا بالتويلي احنا في بلاد حرية المرأة أنا وال أنا أنقل والبيرة. المعلومة أنا كنا أنقل نحتفلوا المشكلة. باليوم العالمي للمرأة ونحكيو على التعدد الزوجات اليوم البارح اليوم العالمي كو سوا اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه ما نرجعوش بالتويلي، احنا عندنا من مجله من اهم المجلات في العالم العربي وعندنا حقوق نفتخروا بيهم وهذايا فخر لكل امراه تونسيه، الموضوع هذايا غير مطروح بتاتا وما نحكيوش فيه وما فيهش حتى تراجع ولا حتى مساومه وما بالحق يعني انا ماما دليله اعطينا ترى والله باش نقول لكم هي ساعه اول حاجه هي هل ترا فريمون تحبوا هالراجل هذايا وما تنجمش تعيش بلاش بيه، ما تسال روحها يا هل ترى هي تحبه دابخي كلامها دابخي شنو اللي كتبت لابليكاسيون قالت لك براني باش نموت ما نجمش، معناها ما تحبش هي وليت تخمم في خيار انه يكون ذر، معناها هي اقصات انه هي باش تشكي بيه لا مجال باش تشكي بيه ودخلوا للحبس، قعد لها يا باش تجيبها ذره يا باش تهديهولها، قالت باش تهديهولها اذا كان هي تحس روحها نفسانيا وروحها تعبه اذا كان ما تنجمش تعيش بلاش بيه ولا لها هو بلاش بيه ما نجمش نعيش ما نجمش ما نجمش نفس بلاش الراجل، باش نقول لها بنيتي راك عندك اوفر تعلق بالراجل هذايا اوفر تعلق، والتعلق اخيب حاجه هو انك تتعلق بشخص، تعلق كان بربي الانسان هذايا ربي فضله به نجم تعيش وبلاش به نجم تعيش، انا شنو ننصحك بنيتي اسمع روحك روحك هي اللي تجاوبك مش سي با ان كوتش اللي باش يقول لك امشي يمين ولا يسار. رحمه شنو رايك؟ انا تبارك الله على الصراحه نتاعو يعني ديريكت معناها الصراحه هي قالت شنو عنده مده مش لاباس عليه لين البارح صراحة انا نقول لها اول حاجه اللي هي تنجم تطلق بالتراضي تاخذ حقوقها وتمشي تعمل حياتها على روحها على خاطر كيما غلطت مره ينجم يعاود الثانيه والثالثه. بيك شنو رايك صاحب؟ لي انا ما فيهوش حديث هذايا معناها تمشي لها هي الطفله هذايا معاها. لا قالت لك هي هي كذب عليها. نمشي لها. نمشي لها. ما في بالهاش الطفله ما في بالهاش. نمشي لها. في بالهاش. نلوج على الطفله. وتحكي لها. ونحكي لها. نقول لها راهو هذاك راهو معرس وراهو راجلي. خاطر ينجم يكون مازال يكذب على الاخرى. لا ينجم يكون مازال يكذب. ساعة نمشي لها انا الطفله هذيك ونقول لها راهو هاي الحقيقه وابكي واعمل اللي تحب تعمله هاني قدامك. ونروح لي هو ساعة نتعدى لصديقتي معناها عريضة طول واحد فهمت ونبدا كيفاش في اجراءات التقاضي هذايا ما نبيتش في داره معناها لا مش بالتراضي هذايا للضرر لا انا للضرر بيان سور وناخذ حقوقي ويعيش جو معايا جو معناها انشقاق كبير جو كبير وجهة نظر علاش ليه فهمت وانت سيرين صاحبتي انا شبه شويه السمر اي والله شبه شويه السمر في الضرر يطولوا ياسر ويضيعوا برشا وقت واحسن حاجه التراضي التراضي ليه عندي حقوق خاطر التراضي راه فما حاجات خاطر هي ما نعرفش شكون التراضي نزل عليها مرا صغار ولا ما عندهمش ليه فلا هي قالتها توا خاطر ما جاهله حقوقها
فهمت؟ اما راهو للتراضي فما برشا حاجات تنقصلها للضرر باش ناخذ هذايا ضرني هذايا باش نحسب له على قد من عام على قد من اول نهار هذاك مش مشكله هي تمشي تشكي فهمت؟ ولكن انا معايا وهو قاعد معايا شوف قداش من عام يكذب عليا وفي داري وياكل ويشرب ونغسل له في دبشه وطيب له في ماكلته وهو يكذب ويمشي يقول للاخرى نحبك وانا قاعده في الدار وانا لاهيه بداري وهو ماشي يتمعشق معناها دونك هذاك الكل باش يخلصوا من اول نهار خرج معاها لاخر نهار انا قلت لها ديما نعاودها انا قلت لها به بوجهه نظر نحترموها دونك انا ننصحها انها تشوف اخصائي نفسي يعاونها ويحاول يخليها تفهم روحها اكثر باش تعرف روحها هي شنو اللي تحب باش نجم تاخذ قرار صحيح ما معناها القرار تكون واثقه منه دونك يعطيك الصحه سيرين ميرسي ميرسي يعطيك الصحه عايشك سيرين